إن شاء الله اليوم بالمحاضرة السابعة لمحاضرات الـ Environment. هو ظننا بس هاي المحاضرة الأخيرة اللي هي عن الـ School Health Services. فراح نبدأ إن شاء الله بالمحاضرة السابعة اللي هي Radiation and Meteorological Environment. راح نبدأ. الأوبجيكتيف مالتنا هاليوم لازم نعرف أنواع الراديشن، سورس أوف راديشن، بيولوجيكال إفكت أوف راديشن أند راديشن بروتكشن. البيولوجيكال إفكت أوف راديشن هاي كلش مهمة طلاب لازم تعرفوها. ديتيرماين إليمنت أوف ميترولوجيكال إنفايرمنت اللي هو الإرصاد الجوي، سبيسيفاي إفكت أوف أتموسفيريك بريشر أون هيلث، ديسكاس إفكت أند بريفنتيف ميجر أوف إير تمبريتشر، كلاريفاي كليمات ريليتد تيرم أند بارامتر. الصوت واضح عليكم طلاب؟ واضح دكتور. هنبدأ بالراديشن. عندنا source of radiation. Radiation is part of man environment. الراديشن اللي هو الإشعاع. The source of radiation to which man is exposed are derived into two groups. عندنا natural source وعندنا man-made. A natural source it arises from cosmic rays اللي هي الأشعة الكونية which originate in the outer space and weakened as they pass through the atmosphere. يعني هي موجودة بالطبيعة يسموها الكوزميك راي، راح تكون موجودة بالغلاف الخارجي للجو بس تضعف خلال مرورها بالغلاف الجوي. النقطة الثانية من natural source اللي هي environmental. أولاً terrestrial radiation اللي هو الإشعاع الأرضي، radioactive elements such as thorium, uranium, radium and isotope of potassium are present in man environment. Example تكون موجودة بالsoil, بالrock, بالbuilding، يعني تكون موجودة بالتربة، بالصخور، بالأبنية، فهذه نسميها terrestrial radiation اللي هي الأشعة الأرضية تكون موجودة naturally عبارة عن radioactive elements like thorium, uranium, radium وأيضا isotopes of potassium كنا موجودة بالsoil, بالrock, بالbuilding. الatmospheric radiation, the external radiation dose from the radioactive gases radon and boron in the atmosphere is rather small. فراح تكون موجودة كميات كلش قليلة هذه الغازات الإشعاعية like radon and boron، تكون موجودة بجرعة كلش قليلة. وأيضا السورس الثالث من الـ environmental عندنا الـ internal radiation، هذا الإشعاع الداخلي نسمينه. Man is also subjected to internal radiation from radioactive matter stored in body tissue، تكون موجودة بالبدن tissue. It is estimated that the total natural radiation to which average person is subjected comes to approximately 0.1 rad a year. يعني هذه الـ internal radiation ما تتجاوز الـ 0.1 rad a year. هذا الرقم كلش مهم، يعني هذا احتمال يجيكم بالـ RCQ1 واللي هو أشقد هي كمية الـ internal radiation 0.1 rad a year. يعني إذا جاكم السؤال أشقد هي كمية الـ internal radiation تقولون 0.1 rad a year. حتى هذه خلصنا الـ natural source مال الـ radiation اللي هي قلنا الـ cosmic ray، الـ environmental والـ internal. هسا نجي على الـ man-made. الـ man-made إيش عندنا الـ man-made؟ اللي هي الـ medical and dental occupational exposure أيضا الـ nuclear. فنبدي بالـ man-made اللي هي الـ medical and dental اللي هي الأشعة العادية، الـ x-ray and radioisotope. The greatest man-made source of radiation exposure to general population and present time is medical and dental X-ray. يعني إحنا تقريباً كلش نتعرض للـ X-ray والأيضاً إذا ما الـ X-ray العادية الـ dental X-ray الأشعة الأسنان. Two distinct groups are involved اللي هما الـ patient and radiologist and medical technician. يعني مو فقط اللي يشتغلون بالاشعاع، البيشنت هم يتعرضون اللي يشتغلون بالاشعاع يتعرضون، وايضا الميديكال تكنيشن اللي يشتغلون داخل مختبرات الاشعه، كل هذول راح يكونون معرضين للاشعاع.
النقطة الثانية من المانميد اللي هي الاوكيبيشنال اكسبوجر والنيوكليار اللي هو الإشعاع النووي اللي هو راديو اكتيف فالوت اللي هو تسرب الإشعاع النووي. نيوكليار اكسبلوجن ريليز تريمندس اماونت اوف انرجي ان فورم اوف هيت لايت ايونايزنج راديشن اند ماني راديو اكتيف سبستانس. يعني الانفجار النووي راح يسبب لنا يعني ريليس تريمندس كمية هائلة من الطاقة على شكل حرارة أو ضوء أو ionizing radiation and many radioactive substances. واضحة لي حد الآن طلابة؟ أحد عنده سؤال؟ واضحة دكتور، واضحة إن شاء الله. صوت واضح يمكن عيني؟ واضحة دكتور. والنقطة الرابعة اللي هي الميسيلينياس اللي هي مصادر متنوعة اللي هي some everyday application اللي هي TV set, luminous wristwatch, luminous wristwatch اللي هي الساعات المضيئة are radioactive but radiation from these sources at present time is too small to be important. يعني حتى أشعة التلفاز يعني يكون بها إشعاع، وأيضا الساعات اللومينس ريست ووتش اللي نلبسها قسم منها راح تكون راديو أكتف، بس كمية الإشعاع اللي تطلع منها كلش قليلة. فهذه هي طلاب اللي هي source of radiation كنا natural source ومان ميد. natural source عرفنا إيش كنا التقسيمات ماله، أيضا المان ميد أهم المان ميد اللي هي medical and dental X-ray قلنا الprofessional exposure قلنا النيوكلر وأيضا المسيحيات اللي هي TV والluminous wristwatch. هسه نجي types of radiation عندنا two types اللي هي ionizing radiation والnon ionizing radiation. أنتم طلاب لازم تعرفون إيش هو ionizing radiation وإيش هو non ionizing radiation. الionizing radiation اللي هي applied to radiation which has ability to penetrate tissue and deposit its energy within them. يعني الionizing يعني تخترق اللي هو الإشعاع اللي تخترق التissue و deposit energy within tissue اللي هي electromagnetic radiation like X-ray, gamma ray والcorpuscular radiation اللي هي الألفا والبيتا والبروتون. فالionizing radiation كنا هي الإشعاع اللي عند الابيليتي اللي تخترق التشو وتبوزت انرجي اون ذيم. لايك قلنا الالكترومغناطيسي راديشن اللي هي الاكس راي اند جاما ريز. وعندنا النوع الثاني اللي هي الكوربوسكولار راديشن اللي هي الالفا بيتا اند بروتون. هذه بالنسبه للايونيزنج راديشن. النون ايونيزنج راديشن النوع الثاني ات ريفير تو سيفيرال فورم اوف الكترومغناطيسي راديشن اوف ويف link longer than those of ionizing radiation. يعني هي نفس الالكترومغناطيك بس لها أطوال موجية أطول من الionizing radiation. It include ultraviolet radiation, visible light, infrared radiation, microwave and radio frequency radiation. فنن ionizing radiation هي نفس الالكترومغناطيك بس الأطوال الموجية مالتها wave length longer than those of ionizing radiation. قلنا UV radiation, infrared, visible light, microwave and radio frequency radiation. هذه هي الفروقات الionizing radiation اللي هي الأشعة اللي تخطر بالطرق tissue of the body. قلنا electromagnetic اللي هي X-ray والgamma ray والcorpuscular radiation اللي هي الألفا والبيتا والبروتون. النون ionizing radiation قلنا هي نفس الالكترومغناطيك radiation of wavelength longer than those of ionizing radiation. وقلنا UV light, visible light, infrared, microwave and radio frequency radiation. نجي على السلايد المهم جدا جدا اللي هي ايش هي البيولوجيكال effect of radiation. يعني إذا جاءكم سؤال what are the biological effect of radiation راح نقول أكو somatic effect وعندنا genetic effect. somatic effect عندنا immediate وعندنا delay. the immediate effect اللي هي نسميه radiation sickness, the acute radiation syndrome, the delay اللي هو يعني leukemia
carcinogeny, fetal development abnormality, ايضا shortening of life. هذه كلها من ضمن الصوماتيك افكت. عندنا الجينيتيك راح يعمل لنا كروموسومال ميوتيشن وايضا راح يعمل لنا بوينت ميوتيشن. فهذه هي مخاطر الراديشن. اول شيء قلنا الصوماتيك وبعدين الجينيتيك. الصوماتيك عندنا immediate radiation sickness, acute radiation syndrome, عندنا delayed اللي هي leukemia, carcinogenic, fetal developmental abnormality, وايضا راح يعملنا شورت اوف ذا لايف. والتاثير الثاني اللي هو الجينيتيك راح يعمل لنا كروموسوم ميوتيشن وايضا راح يعمل لنا بوينت ميوتيشن. كلها معني. اكو احد عنده سؤال استفسار شيء ما واضح؟ كلها معني معي؟ دكتورة معك واضحة. ألو. نعم دكتورة معك. الصوت عندي ناسي. الصوت يمكن واضح معك دكتورة؟ واضح. أي دكتورة واضحة. زين هسه نجي على الراديشن بروتكشن. احنا عشان نحمي نفسنا من الإشعاع. Radiation protection is the youngest branch of hygiene and it's called radiation hygiene. The International Commission on Radiological Protection, اللي هي مختصر منها الـ ICRP, the International Atomic Energy Agency, the WHO have been active on this field, اللي هي radiation hygiene. It has been recommended that genetic dose to the whole population from all sources additional to a natural background radiation should not exceed 5 frames over a period of 30 years. يعني هذول المنظمات مع الـ WHO يقولون لازم معدل الدوز اللي يتعرض له الشعب من كل السورس بالإضافة إلى الانترنال راديشن not exceed 5 frames over a period of 30 years. هذه كلش مهمة. احنا قلنا الانترنال راديشن الدوز مالته 0.1 rad a year. هوني التوتال يعني amount of those from all sources بإضافة إلى background radiation اللي هي نقصد بها internal radiation should not exceed 5 frames over a period of 30 years. يعني هذا ما تتجاوز 5 ريم خلال 30 سنة. فهذا هو تقرينه الراديشن بروتكشن. إذا عبرنا هذا الرقم راح يصير عندنا التأثير مال الراديشن اللي كان سوماتيك وقلنا جينيتيك. سوماتيك كنا الميتين أوكي والجينيتيك كنا كروموسوم ميوتيشن وأيضا بوينت ميوتيشن. طلع بعيني. أكو حد عنده سؤال أو استفسار شيء ما واضح عن الراديشن؟ أي شيء ما مفهوم؟ واضحة دكتورة؟ واضحة. حتى نبدأ بالميترولوجيكال انفايرومنت. الميترولوجيكال انفايرومنت اللي هي الإرصاد الجوي. ميترولوجيكال انفايرومنت the element of meteorological environment are اش عندنا؟ عندنا الاتموسفيريك بريشر، عندنا اير تمبرتشر، عندنا هيوميديتي، الرينفول، الدايركشن اند سبيد اوف ويند اللي هي اتجاه سرعة الرياح، الموفمنت اوف كلود اللي هي حركة الغيوم اند كاركتر اوف ويذر. The term climate is geographical concept representing summation of the whole range of meteorological phenomena. The climate is هو المناخ اللي هو يقصد لنا geographic concept summation of whole range of meteorological environment اللي هي قلناها atmospheric pressure, the air temperature, humidity, rainfall, direction and speed of wind. ايضا movement of clouds and character of weather. فهذه كلها الاختصار مالها راح يطلع لنا المصطلح الكليمات اللي هو المناخ. فاذا جاكم definition of climate راح تقولون geographical concept representing summation of whole range of meteorological phenomena اللي هي atmospheric pressure, air temperature, humidity, rainfall, direction and speed of wind, أيضا movement of cloud and character of wind. هسه نجي على واحد واحد.
نجي على الاتموسفيريك بريشر اللي هو الضغط الجوي. Man is physiologically adapted to life at 760 millimeter of ATE pressure or close to it. يعني الإنسان يكون يتعايش مع ضغط جوي 760 millimeter of ذئبة or close to it. يعني أو شيء مقارب له، بس هذا الرقم لازم تحصله اللي هو 760 millimeter of The atmospheric pressure falls as attitude decreases. يعني كل ما يعني قل الضغط الجوي ال attitude راح decrease and rise and attitude decrease. فكل ما يقل الضغط الجوي الارتفاع راح يزيد وراح ال attitude أيضا راح يقل. بس and An attitude of 10,000 feet above mean sea level. يعني الأشخاص راح يزيد الارتفاع تقريباً 100,000 قدم فوق مستوى سطح البحر. The atmospheric pressure less than 10 millimeter of mercury. يعني راح يقل الضغط الجوي 10 millimeter of mercury. يعني كل ما راح يزيد الارتفاع تقريباً 100,000 feet above sea level راح يقل الضغط الجوي 10 مليم of mercury. A pressure increase at rate of 1 atmosphere for each 33 feet depth below sea level. وبالعكس أفقد راح يعني ننزل راح يزيد البريشر، يعني إذا قل يعني إذا نزلنا 33 قدم تحت مستوى سطح البحر البريشر increase. أوكي، فهو يعني هو علاقة عكسية مع الاتيتيود مع الارتفاع. فأشقد زاد الارتفاع الضغط الجوي راح يقل، وأشقد يقل الارتفاع الضغط الجوي راح يقل. The instrument used for measuring atmospheric pressure are known as barometers اللي هي 14th Cuperton Station and Barograph. هذه هي أسماء الـ instrument اللي راح تقيس لنا الضغط الجوي اللي هي اسمها البارومتر. عندنا أنواع، عندنا فورتوز، عندنا ديو باتم ستيشن، وعندنا أيضا البارو إجراس. فقلنا أحد أشقد راح يزيد الارتفاع راح يقل لنا الضغط الجوي، وأشقد راح يقل لنا الارتفاع تحت مستوى سطح البحر راح يزيد الضغط الجوي 33 يعني أشقد يزيدنا 33 فيت بلو سي ليفل راح يقل لنا سوري راح يزيد لنا الضغط الجوي. وأيضا أشقد راح يزيد الارتفاع مثلا إذا 100,000 قدم فوق مستوى سطح البحر الضغط الجوي راح يقل less than 10 millimeter of mercury. واضحة عيني؟ أكو حد عنده سؤال أو استفسار شيء ما واضح؟ هسه نجي الـ effect of atmospheric pressure on health. إيش هو تأثير الضغط الجوي على الصحة؟ الـ high altitude المناطق المرتفعة the air is less dense at higher altitude so the partial pressure of oxygen also less. إحنا قلنا أشخاص راح يزيد الارتفاع راح يقل الضغط الجوي، ما راح يقل الضغط الجوي راح يقل معانا الأكسجين. Man cannot survive at an altitude of 25,000 feet without a breathing equipment. يعني الإنسان ما تعيش فوق مستوى 25,000 قدم فوق مستوى سطح البحر بدون the breathing equipment، بدون يعني وسائل التنفس الاصطناعي. ليش؟ لأنه ماكو أكسجين وضغط الجو قليل، فلهذا ما راح يقدر يتنفس بصورة طبيعية، فلازم يكون عنده معانه the breathing equipment. When man is exposed to low pressure ما راح يتعرض الإنسان إلى low pressure the physiological effect are ما راح يقل الضغط الجوي راح يزيد الريسبيريشن يزيد الكونسنتريشن اوف هيموجلوبين وأيضا الكارديك أوتبوت راح يزيد. Sudden exposure to high altitude lead to acute mountain sickness high altitude pulmonary edema. راح الفيزيولوجيكال تشينجز كما راح يزيد الريسبيريشن راح يزيد الكونسنتريشن اوف هيموجلوبين والكارديك أوتبوت أيضا راح يزيد. إذا صار عندنا تعرض صدن exposure to high altitude راح يؤدينا إلى acute mountain sickness وأيضا high altitude pulmonary edema. فهذه هي تأثيرات الhigh altitude راح يعمل لنا acute mountain sickness
راح يعمل لنا هاي اتيتيود بالمنري. واضحه عيني ولا محمد عندك سؤال او استفسار شيء ما واضح؟ مرحبا دكتورة. نعم. فهذه هي تأثيرات الهاي اتيتيود المرتفعات الجوية. قلنا الإنسان فوق مستوى سطح البحر فوق أكثر من 25 ألف قدم ما راح يقدر يعيش بدون الريسبيرات إكويبمنت، قلنا لأنه راح يقل الضغط الجوي، راح تقل الأكسجين، والسيدرة من راح يقل الضغط الجوي راح يزيدنا الريسبيريشن، يزيدنا الكونسنتريشن أوف هيموغلوبين، وأيضا يزيدنا التارجت أوتبوت ويؤدينا إلى أكيد مونتين ثيكنس هاي أتيتيود بالمدري. هسه تأثيرات اللو أتيتيود المناطق المنخفضة أشهر حتى وين ما إكسبوز تو هاي بريشر، إحنا قلنا أشقد راح ننزل الجو مستوى سطح البحر راح يزيد لنا الضغط الجوي، فراح يصير عندنا هاي بريشر. The gases in the air mainly oxygen, CO2, nitrogen are dissolved in the blood and tissue proportionally to the partial pressure of these gases. When the person comes up to surface, the gases which are dissolved in the blood under pressure are released and cause air embolism. فهوني الهاي pressure, high atmospheric pressure راح يعمل لنا الاكسجين والCO2 والنيتروجين الموجودين راح يصير بهم dissolved بال blood والتشو، وايضا راح تعمل لنا الاير embolism. هنوك راح تعمل لنا الهاي اتيتيود راح تعمل لنا إديما، هون راح تعمل لنا الاير امبولزم. فهذه هي التأثير. The effect of increased pressure are best observed in person working in diving cell مغواصين and compressed air chamber اللي هي الكاسلين اللي هذول اللي يعملون بالcompressed air chamber. فهذه هي التأثيرات مال اللو اتيتيود. قلنا راح يزيد عندنا الاتموسفيك بريشر الاكسجين والسي او 2 والنيتروجين راح يزيد بضرب الابلاط راح يعمل لنا اير امبولزم، وايضا راح اكثر شيء نشوفه بالدايفنج بيلز الغواصين، وايضا اللي يعملون بالكومبريست اير تشامبرز نسميها كيسيو. واضحه عيني لحد الان؟ اكثر حد عنده سؤال شيء ما واضح؟ طلاب علي معي؟ اي دكتورة. اه دكتورة. فهذه هي الاتموسفيريك بريشر الهاي واللو اتيتيود، خلصناها وقلنا الاجهزة اللي تقيس الاتموسفيريك بريشر نسميها الباراميتر وعرفناها ايش هي. هسه نجي على الاير تمبرتشر اللي هي درجة الحرارة. The temperature of air varies in different parts of the day and also in different seasons. يعني درجة الحرارة باليوم الواحد تختلف الصبح عن الظهر عن المساء، وأيضا درجة الحرارة تختلف خلال أسطر السنة. The factor which influences the temperature are latitude اللي هي خطوط العرض of a place, latitude الارتفاع, direction of wind and proximity to sea. يعني هذه هي العوامل اللي تأثر لنا على درجة الحرارة. Latitude of a place خط العرض للمكان. الاتيتيود الارتفاع، الدايركشن اوف وايند اتجاه الرياح، اند بروكسيميتي تو سي اللي هي القرب من البحر، كل هاي تاثر لنا على درجه الحراره. هاي كلش مهمه تعرفوها، الفاكتور اللي تاثر لنا على الاير تمبرتشر اللي هي لاتيتيود اوف بليس، الاتيتيود، دايركشن اوف وايند، اند بروكسيميتي تو سي. Thermometer are instruments used for measurement temperature اللي هي عندنا الميركوري، عندنا الكهول، هودي المحرار هو اللي يقيس درجة الحرارة. عندنا ميركوري، عندنا الكحول. الكحول ثرموميتر not solidified even at lowest temperature اللي هي الاير should have free access to the bulb. ثرموميتر should be protected against radiant heat، لازم يحمينه من الراديانت هيت. فعندنا two types of thermometer، عندنا ميركوري والكحول. قلنا الكحول not solidify and even as lowest temperature. قلنا air should have free access to the bulb، راح يروح على البلب بصورة سهلة الـ air، وأيضا should be protected against radiant heat. هذا نجي تأثيرات ارتفاع الحرارة. Effect of heat stress important disorder resulting from exposure to heat.
يعني إحنا الإنسان إذا تعرض إلى حرارة عالية إيش راح يصير عنده؟ أول شيء راح يصير عنده هيت ستريس نسميها هيت ستروك، هيت هايبربريسيا، هيت إكسهوشن، هيت كرام، and هيت سينكوبي. فهذه هي تأثيرات الهيت ستريس. أول شيء راح يصير عنده ستروك، راح يصير عنده هايبربريسيا، راح يصير عنده إكسهوشن، راح يصير عنده كرامس، وأيضا راح يصير عنده سينكوبي راح يغمى عليه الإنسان اللي راح يتعرض للحرارة القوية. فاحنا ايش راح نبني تاثيرات الهيت ستريس؟ The ill effect of high temperature may be prevented by observing the following precaution. اللي هي اول شيء نعوض الماء replacement of water, regulation of work. لازم احنا نعمل فد نظام معين بالمكان العمل حتى ما نخلي الاشخاص يتعرضون للحراره العاليه. ايضا الكلودنج الملابس بروتكتيف ديفايس، لازم بس نفد بروتكتيف ديفايس خاصه حتى يمنعون التعرض للهيت الكلش قوي. وايضا ورك انفايرمنت ويتش كنترول باي بروبر فنتيليشن، لازم يكون بروبر فنتيليشن بالمكان العمل حتى نمنع انه يصير عندنا الهيت ستريس. فاول شيء اول نقطه اهم نقطه اللي هي ريبليسمنت اوف ووتر A regulation of war, the clothing, protective device, وأيضا لازم أن تكون proper ventilation بأماكن العمل. هذه هي تأثيرات الهيت ستريس اللي هي ارتفاع درجات الحرارة مثل الستروك، هايبرباريزيا، اكسهوشن كرام، وسينكوبي. وقلنا إيش نمنعها عن تعويض الماء، الفنتيليشن، الكلوذينج، البروتكتيف ديفايس، وأيضا الريجليشن أوف وور. بس نيجي على الإفكت أوف كولد ستريس، يعني إذا الإنسان تعرض إلى درجات حرارة ما دون الصفر إيش راح يصير عنده؟ أول شيء راح يصير عنده جنرال كولد إنجري اللي هي هايبوثيرميا، ارتفاع درجات الحرارة. The individual state to be suffering from exposure to cold. This is characterized by numbness، راح يصير عنده خدر، loss of sensation، muscular weakness، desire for sleep، coma and death. فهذه هي تأثيرات الهايبوثيرميا، راح يصير عنده numbness، loss of sensation، muscular weakness، desire for sleep and coma and death. Local cold injury may occur at temperature above freezing، يعني درجات الحرارة المتجمدة اللي هي نسميها wet cold condition as in immersion or trench food. الترنش فود هذه اللي تصير بال الجنود هذول خصوصا اللي راح يلبسون تخمل الأحذية لفترات طويلة، فراح يصير عندهم يسميها ترنش فود اللي هي اللوكال كولد انجري للتشو اون ذا فود، فراح يصير عندهم ترنش فود يسموها. هذه بالنسبة للويت كولد كونديشن. إذا كانت درجة الحرارة فوق درجة التجمد above freezing، أما إذا كانت temperature below freezing اللي هو نسميها dry cold condition اللي هي نسميها frostbite اللي هي occur tissue freeze راح تتجمد tissue ice crystal form in between مثلا، فراح تتكون الايس كريستال يعني الثلج راح تتكون between the cells فتطلع لنا ال frostbite. The first bite is common at high altitude اللي راح تكون بالمناطق الجبلية العالية. It's extremely important to brace for temperature with which part will be in contact. لازم احنا يعني نضبط المكان اللي بيها ال first bite. The affected part should warm using water at 44 degrees. لازم احنا ندفيها وتكون درجة الحرارة مال الماء 44 degrees سيليزي. Warming should let last about 20 minutes at time. يعني احنا بنخلي يعني بنعمل دفء للمكان اللي هي بدل الوتر لازم يكون 44 درجة سنتي، لازم تطول 20 دقيقة. أيضا intake of hot food، لازم ناخذ سوائل دافية، promote general rewarming حتى نرجع نعمل rewarming من body of the human. فاحنا الانسان اللي يتعرض للفروست بايت اللي هي dry cold condition، احنا قبل كل شيء لازم ندفي المكان، ندفي الرجل مالته، تكون درجه حراره الماء 44 درجه مئويه،
ولازم أطول العملية تقريباً 20 دقيقة حتى يرجع الوامي، وأيضاً نساعده ونعطيه الهوت فلويد. واضحة عندي طلابك؟ أحد عنده سؤال لحد الآن؟ أحد عنده سؤال أو استفسار؟ واضحة المحاضرة عندي؟ واضحة دكتورة. نعم. هسه نجي على النورمال وورمينج. هذه حبيت من الأشياء المهمة كلش في الانفايرمنت اند هيلث، اللي هي emission of greenhouse gas into atmosphere have been increased over ever since the beginning of the industrial revolution. يعني هذه greenhouse gas هذه زادت مع الindustrial revolution، مع الثورة الصناعية. It's generally considered that the main effect of this include an increase of about 3 degrees in average global surface temperature، يعني زيادة درجات الحرارة 3 درجة مئوية من surface temperature by year 2030، يعني من المتوقع من احنا من 2030 راح تزيد درجة حرارة الأرض 3 درجة مئوية. أيضا راح يزيد لنا rate in the sea level of 0.1 إلى 0.3 متر by 2050. أيضا من المتوقع أنه راح يزيد مستوى البحر من 0.1 إلى 0.3 متر من 2050، and an increase in the occurrence of extreme climate events such as cyclone, heat wave, and drought، اللي هي راح تتغلى الأعاصير وموجات الحرارة الحارة. فهذه هي إذا جاءت السؤال إيش هي global warming، اللي هي emission of greenhouse gases into atmosphere، وهذه بسبب ازدياد يعني الثورة الصناعية طلعت اساسا هاي تأثير الجرين هاوس ايفكت، وهذه راح تأثيرات مالها انه ترتفع درجة الحرارة الأرض 3 درجة سيلسية من 2030، وأيضا يزيد مستوى ارتفاع مستوى سطح البحر من 0.1 إلى 0.3 من 2050، وأيضا راح يصير عندنا extreme climate events such as cyclone, acid heat wave, and drought. The temperature rate could overwhelm by capacity of many species to adapt. A change of this magnitude would affect local, regional, and global ecosystem, sea level, ocean current, prevailing wind, fresh water supplies, agriculture, forest, الغابات, الفشري اللي هي مسائل الأسماك، industry, transport, urban planning, demographic and human health. بعد تشعرون هذا التأثير ما راح يأثر على جميع نواحي الحياة الزراعية، الصناعية، الأسماك، الغابات، حتى حركة الرياح، المحيطات، كلها راح تأثر لنا، اللي هي هاي نسميها الجرين هاوس جاز. هذه كلش مهمة للجلوبال وورمينج شباب. احنا من البداية من مقدمة الانفايرومنت اند هاب كان اذا تتذكروا قلنا الجرين هاوس افكت، وهسه يعني صار وقتها وعن شرح. Changes in the configuration of the jet stream, prevailing wind and ocean current could alter the distribution of rainfall in many regions, making some winter other dry. يعني حتى راح تأثر لنا على يعني تساقط الأمطار، راح تجعلنا بعض المناطق راح تكون أكثر غزارة بالأمطار، وبعض المناطق راح تكون جافة إنه ماكو تساقط الأمطار فيها. Summer are becoming hotter، الصيف راح يكون أحمى من العوامل السابقة. Temperature zone warming includes a decline in soil moisture that impair green production. This will change the distribution of vegetation and insect vector of disease. حتى هتأثر على insect vector of disease. The heat island phenomenon that makes cities warmer than surrounding rural area will lead to longer and more severe heat wave than we are accustomed to. فاحنا قلنا يعني تأثير ارتفاع درجات الحرارة وارتفاع مستوى سطح البحر، وأيضا
الاكستريم كليمات راح يكون عندنا سايكلون هيت ويف، هذه كلها راح تاثر لنا على جميع انواع اقسام الحياه وشرحناها. هذه كلش كلش مهمه واحتمال تجيكم طلاب بالامتحان. احد عنده سؤال او استفسار شيء ما واضح؟ ما عندكم سؤال طلاب؟ هسه نجي على humidity اللي هي الرطوبة. The amount of moisture which air can hold depends upon its temperature، تعتمد على الحرارة. If the air is cool, the excessive moisture precipitate from a particular temperature. This is called dew point. التعريف من dew point اللي هي إذا كان الـ air cool, that the excessive moisture precipitate from a particular temperature. وهذه نسميها dew point اللي هي بالعربي قطر الندى. Humidity may be expressed as absolute humidity or relative humidity. There is no evidence that humidity has an effect on physical health, although it definitely has an effect on comfort. A permanent exposure to low humidity can cause drying of the nasal mucosa, which may predispose to infection. يعني إذا صار عندنا dryness للمكوزة أو الأنف راح يكون عامل لعوامل الانفكشن، predispose to infection. بس نجي على تعريف البرسيبيتيشن اللي هو الترسب. It is the collective term used for rain, snow, hail, dew, frost. All form of water precipitated from the atmosphere, it is measured by rain gauge. فاحنا نعتمد على الرين جيج حتى يطلع لنا all form of water precipitation، حتى الماء يترسب جميع انواع حياته، الرين، السنو، الهيل، الدو، قطر الندى، الفروست، التجمد. فهذه كلها نسميها البرسبتيشن. يعني اذا جبت من definition of precipitation هذه التعريف مالك. نجي على air velocity. It's measured by instrument called anemometer. اللي هي wind velocity are normally recorded in open flat country at height of 10 meter. يعني حتى تقيس سرعة الرياح لازم يكون من منطقة open flat والارتفاع ماله راح يكون 10 meter حتى نقيس سرعة الرياح. Velocity are measured in meter per second. When the wind speed is 0.5 meter per second, it's described as complete calm with smoke trailing vertically. يعني إذا كانت سرعة الرياح 0.5 meter per second هذه راح تكون complete calm with smoke trailing vertically. When it is 3.3 meter per second, it's described as slight breeze. يعني رياح كلش خفيفة. With leaf rustling يعني أكثر حسيف لأوراق الأشجار. When it is 10 meters per second, it is described as strong wind. رياح قوية with larger branch of tree moving. يعني longer branch يعني الأذرع الأشجار الطويلة راح تكون راح تسميها moving إذا كان الرياح 10 متر per second. When it is 15 to 20 meters per second, it's called storm العاصفة. When it is 25 to 30 meters per second, it is called gale اللي هو الإعصار. Over 30 to 50 meters per second, it is called hurricane اللي هو الإعصار الكلش قوي نسميه الهوريكون. فهذه هي أرقام سرعة الرياح. إذا كان 0.5 meters per second هذا completely calm. إذا صار 3.3 هذا slight breeze with wind rustling. إذا صار 10 meters per second هذه strong wind رياح قوية larger branch of tree moving. إذا كان 15 إلى 20 نسميه storm. إذا كان 25 إلى 30 نسميه gale. إذا كان 25 إلى 50 meters per second هذا إعصار كلش قوي نسميه الهوريكون. هذا كلش مهم طلاب لازم تحصل الأرقام لأن كل وحدة تعني لنا نوع من أنواع الأعاصير. 15 إلى 20 سمين ستورم، 25 إلى 30 جيم، 30 إلى 50 راح يسمينه الهوريكون. واضح عن طلاب؟ أكو حد عنده سؤال؟ محاضرة واضحة؟
كلها معاني؟ كلها معاي؟ واضحة دكتورة، واضحة واضحة. هل سنجي على اتجاه الرياح line direction. It is observed, sorry. It is observed by instrument called wind vane, which is located at height of 10 meters above ground level. Direction are grouped in four main categories, and they are north and east, south and west, and 8 or 16 subcategory. هذه اتجاه الرياح عندنا north, south, east, west. وعندنا 8 إلى 16 سب كاتيجوري، يعني عندنا من 8 أو 16 سب كاتيجوري لهذول الرئيسيات الأربعة اللي هي نورث، إيست، ساوث، أند ويست. هسه نجي على آخر سلايد إن شاء الله اللي هي الكلاود أند ويذر أوبزرفيشن. In all meteorological stations, clouds are observed for their form, amount, direction, and height. يعني هنا لازم نعرف يعني نوعية الغيوم, amount, direction, and height. Such observation give an insight into the sequence of weather حتى نعرف حالة الجو بالمنطقة اللي نعيش فيها, from the state of sky and evolution of cloud. Weather is described as fine weather, جو لطيف, fair, معتدل, unsettled, مستقر, bad weather, and تريندس سكاي اللي هي السماء اللي يعني بيها غيوم كلش كثيفة. Meteorological satellites are now being used for automatic picture taking to give an idea of the clouds. The satellite can also measure temperature and humidity in the atmosphere. فهذا كنت تعتمد لنا على الأجهزة الساتلايت اللي تاخذنا صورة للسكاي, نعرف الأمان of the cloud, أيضا حتى تخفيف من التمبرتشر والهيوميديتي in the atmosphere. شكرا جزيلا للإصغاءكم طلاب. إذا أحد عنده سؤال أو استفسار, قلنا بعدين أحد عنده سؤال أو استفسار, شيء ما واضح. شكرا دكتورة على جديدك. شكرا جزيلا. إن شاء الله 5 دقائق نبدأ بالمحاضرة الثانية.